يا جماعة، من الكبائر قول الزور، كبيرة من الكبائر. الغيبة والنميمة كبيرة من الكبائر، لأن النبي قال لا يدخل الجنة نمام. الزنا واللواط كبيرة من الكبائر. قطيعة الرحم كبيرة من الكبائر، لأن النبي قال لا يدخل الجنة قاطع. سب الصحابة كبيرة من الكبائر. لعب القمار، لبس الحرير للرجل أو الذهب، كله كبيرة من الكبائر. اتهام بالزنا، تتهم امرأة أو تتهم رجل بالزنا. قذف المحصنات كبيرة من الكبائر. المحلل والمحلل له كبيرة من الكبائر. لما المرأة تطلق من زوجها طلاق نهائي ويجي رجل يتزوجها يوم أو يومين بالمال ويطلقها مشان ترجع لزوجها الأولاني كبيرة من الكبائر. ترك الزكاة كبيرة. ترك صلاة متعمد كبيرة من الكبائر، والنبي قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. إفطار يوم برمضان عمد كبيرة من الكبائر. التخلف عن صلاة الجمعة كبيرة يختم على قلبك. نشوز الزوجة ما عم تطيع زوجها كبيرة من الكبائر. أكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قتل النفس كبيرة من الكبائر. انقاص الميزان، ويل للمطففين كبيرة من الكبائر. الرياء يحبط العمل كبيرة من الكبائر. السحر تتعامل فيه ولا تروح عند حدا أو تتعمل فيه، كله كبيرة من الكبائر. المسبل إزاره خيلاء كبيرة من الكبائر. التشبه بين النساء أو بالعكس كبيرة من الكبائر. السرقة كبيرة من الكبائر. الخمر ما بيقبل لك صلاة 40 يوما إذا شربت الخمر. والذهاب للمشعوذين، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فلا تقبل له صلاة 40 يوما. عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر. إيذاء الجار يا الجماعة كبيرة من الكبائر. النبي قال والله لا يؤمن 3 مرات، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شره. انتساب إلى غير أبيه كبيرة من الكبائر. النبي قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. الكذب على رسول الله كبيرة من الكبائر. المنان لما تعطي إنسان صدقة وتروح تمن عليها كبيرة من الكبائر. الحلف والفاجر مشان تنفق البضاعة تبعك، الله سبحانه وتعالى ما رح ينظر إليك يوم القيامة، كبيرة من الكبائر. اللعان، النبي قال إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. اليمين الغموس الكذب، سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في جهنم. الظلم كبيرة من الكبائر. النبي قال الظلم ظلمات يوم القيامة. أكل مال الحرام كبيرة من الكبائر. المصور يلي ينحت أو يرسم ذات أرواح، النبي قال كل مصور في النار. يلي يستأجر أجير ويستوفي منه ما يعطي أجره، كبيرة من الكبائر، الله راح يكون خصمه يوم القيامة. وديروا بالكم من الشرك، الشرك كبيرة من الكبائر، الشرك كبيرة من الكبائر. وإلا لكن بالنهاية الله قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. سلام.